فيلم رعب رعب؟ لا لا جامد، و 3D وده أول 3D يتعمل. ف 3D حسام الحسيني ألف مبروك لأنها دخلت التاريخ بفيلم زي ده النهاردة، تقنية زي دي بالحجم ده. لسه كنت بقول منتج مغامر، ومش هينفع يبقى منتج مغامر غير وائل عبد الله، يعني هو منتج مغامر وعامل وهو المخرج في نفس الوقت، ولازم يبقى فيه، يعني احنا لازم نبقى مواكبين، فاحنا من صناع السينما من أوائل الناس، فلازم نفضل مواكبين بعمل زي ده. فأنا فخور إن أمي فيه بصراحة، ومبسوط قوي إنها في حاجة كده، وربنا يزيدها دايما تبقى دايما في اعمال قويه كده، 3D و 4D و 5D ان شاء الله، 7D كمان. 7D. انا هعمل كل حاجه. شايفه النوعيه دي من الافلام ان شاء الله هتنجح في مصر وتستمر؟ اه طبعا. بصي انا بقول لك الفيلم ده في حته لوحده، يعني بيقولوا لي، حتى بيقولوا لي ايه، ان بيقولوا ان منافسه، لا هو ده مش منافسه، ده حته لوحده، يعني فهماني كده، فيلم في حته لوحده. فدي حاجه هتشوفوها وتتفرجوا على المجهود الكبير ده، بقى سنتين بيتحضر. واه وبعدين احنا التصوير، يعني انت التصوير بثلاث اسابيع؟ لا احنا قعدنا عشان احنا شوت فريم فريم. رحت شفت الديكور. الديكور معمول بطريقه رهيبه. عايز احيي كمان مصطفى فهمي مدير التصوير، عشان شفت ازاي تجهيزات اللي هو عاملها للفيلم، لانه النهار والليل والحاجات اللي هو عاملها بروفيشنال قوي، ويعني حاجه زي بره بالظبط صراحه. والتقنيات اللي معموله في البرق والرعد والحاجات دي، انا شفت ده عشان حضرت التصوير معاهم، رحت يوم اسلم، فشفت حاجه هتساعد، ده هيدي مساحه للممثلين على فكره ان هم يمثلوا ويطلعوا احسن حاجه عندهم، لان المخرج والمنتج مساعدهم قوي في ده. المخرج قاعد على فريم فريم. ايوه ما هو المنتج كمان عاجبني ان المنتج بيصرف عشان بيصرف على المخرج. ده والله قاعد بيصرف على المخرج. عادة بيبقى العكس، بس هو يعني هو المنتج هو المخرج، فحلو يعني. ان شاء الله باذن الله. نورتونا. وايه الجديد بتاعك؟ الجديد الملاحات ان شاء الله، دور جديد خالص خالص، وهتشوفي شكل تاني خالص ليا، يعني طالعه بشكل ان هي واحده من الملاحات اللي ظروفها صعبه جدا جدا جدا، فطبعا كل اللي هتشايفاه ده هيتمسح، فهيبقى شكل جديد خالص ليا ان شاء الله. جديده واللكنه، اللكنه صعبه جدا وعماله بحفظها، وخليت المصحح اللغه يقعد معايا واسجل له بصوته عشان احفظ اللكنه كويس واقولها صح يعني.